اليومين اللي فاتوا وسط ما كلنا كنا قاعدين بنتابع حرب روسيا واوكرانيا وبندعي ان الامور تستقر، يفاجئ العالم باغتيال بنت روسية عندها 29 سنة. حد حط لها متفجرات في عربتها. حضرتك بتقول لي بسيطها يعني، انا افتكرتك هتقول لي مثلا انهم اغتالوا عيل من عيال بوتين نفسه. اقول لك سيد المواطن، البنت اللي تم اغتيالها دي غلاوتها من غلاوة عيال بوتين. تقول لي ليه؟ اقول لك لانها بنت دراع بوتين اليمين، بنت الراجل اللي كان السبب في غزو اوكرانيا، بنت الراجل اللي بوتين ما بيعملش حاجة غير لما يرجع له، بنت الراجل اللي بيمثل الحلم استعادة امبراطورية الاتحاد السوفيتي بالنسبة للشعب الروسي. من هو هذا الرجل؟ انه الكسندر دوجين اللي حضرتك شايفه دلوقتي ده. الكسندر دوجين ده فيلسوف روسي، ومن اهم تلامذته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، لدرجة ان بوتين لازم يرجع له في كل قراراته المهمة. هو مش مجبر انه يرجع له في قراراته، مش قانون مثلا او مادة في الدستور بتجبر بوتين يعمل كده، لكن بوتين بيرجع له في قراراته وسياساته تأثرا بيه مش اكتر. بالبلدي كده بوتين شايف ان مفيش حد في الكون بيفهم اكتر من الراجل ده، لدرجة ان غزو روسيا لشبه جزيرة القرم كانت بعد مطالبة الراجل ده بغزوها، كنوع من التوسع الجغرافي لضم اراضي جديدة ضمن سيطرة ونفوذ امبراطورية روسيا العظمى. وبعد ما روسيا فعلا سيطرت على شبه جزيرة القرم، رجع تاني يدعو لمزيد من التوسع وضم اراضي جديدة شرق اوكرانيا اللي روسيا فعلا سيطرت عليها بعد غزوها لاوكرانيا الكام شهر اللي فاتوا. طيب هل امريكا واوكرانيا مش عارفين خطورة الراجل ده؟ اقول لك بالعكس، عارفين ومتاكدين وشايفين ومتضايقين، لدرجة ان امريكا فرضت عليه عقوبات سنة 2015 بتهم ضلوعه في غزو شبه جزيرة القرم، ده غير ضلوعه في تجنيد مقاتلين انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق اوكرانيا. وطبعا كلمة ضلوعه في غزو شبه جزيرة القرم دي المقصود بها افكاره، هو ما مسكش سلاح مثلا وضرب بيه نار، لكن طبعا كلنا عارفين ان الافكار اخطر من السلاح، لان فكرة واحدة كفيلة بان 1000 بندقية تضرب مليون رصاصة. حضرتك تقول لي طيب وايه ذنب بنته برضه علشان هي اللي تموت؟ اقول لك بنته واللي اسمها داريا كانت صحفية ومن اشد المؤيدين لافكار والدها اللي هو الكسندر ده، لدرجة ان امريكا فرضت عليها هي كمان عقوبات زيها زي ابوها، لكن عقوبتها هنا كانت بسبب اتهامها بنشر اخبار كاذبة ساعدت في غزو اوكرانيا. طيب برضو ليه ما غتلوش الكسندر نفسه بما ان هو العقل المدبر؟ اقول لك ان التقارير الغربية اللي حققت في الحادثة دي، حادثة الاغتيال، قالت ان فعلا الكسندر كان هو المقصود بعملية الاغتيال دي، وان العربية اللي انفجرت كان المفروض هو اللي يركبها، لكن في اخر لحظة قرر انه يركب عربية تانية علشان يسيب عربيته لبنته هي اللي تركبها وتروح بيها شغلها، فيشاء المولى ان بنته هي اللي تموت وهو اللي يعيش. لكن برضو بعيدا عن مين فيهم اللي كان مستهدف، مش عاوزك سيد المواطن تنسى التفصيلة الاهم، وهي ان اللي فخخ العربية وحط فيها متفجرات قدر يوصل لعمق الاراضي الروسية. الرئيس الروسي بوتين النهاردة بيعيش واقع اليم، وهو ان الاغتيالات وصلت لعمق الاراضي الروسية، ما كانش حد يجرؤ يعملها قبل كده. ده في نفس الوقت اللي قائد الاسطول الروسي في البحر الاسود تم استهدافه بطيارة مفخخة، صحيح ما ماتش في الانفجار، لكن برضو ده اسمه اختراق ورسالة باننا قادرين نطور رجالتك، سواء في شبه جزيرة القرم اللي تحت سيطرتك او حتى في عمق روسيا اللي هي اراضيك انت. ودي رسالة لو تعلمون خطيرة جدا، خصوصا لما تتوجه لواحد غشيم زي بوتين. اختلف مع بوتين زي ما انت عايز، لكن اوعى تنسى ان بوتين عنيف بطبعه، وظابط مخابرات سوفيتي اتربى تحت سقف الكي جي بي في عز سطوة الاتحاد السوفيتي. حضرتك تقول لي طيب هنا سؤال مهم، هي محاولة اغتيال قائد الاسطول الروسي في البحر الاسود ليه ما نجحتش؟ ليه ما خلصوش عليه يعني؟ وليه اللي استهدف المفاعل النووي الروسي كورسيك ما فجرش المفاعل نفسه واكتفى بتفجير خطوط الكهرباء اللي بتغذيه؟ وهل وصول فريق الاغتيالات لقلب روسيا معناه ان حياه بوتين نفسه بقت مهدده بخطر الاغتيال؟ وايه حكايه ان بوتين بيحاول يعطل المفاعل النووي الاوكراني اللي بيغذي اوكرانيا بالكهرباء؟ وهل فعلا مصر هتبيع الكهرباء لاوروبا علشان تعوضها عن نقص الطاقه اللي روسيا حرمتها منها؟ اقول لك الله ينور عليك، هي دي الاسئله المهمه، انت جبت الخلاصه، تعالى بقى نجاوب. قبل ما تحصل عملية الاغتيال دي، حصلت مكالمة تليفون بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الفرنسي ماكرون. خير يا فندم عايز ايه؟ فرد الرئيس الفرنسي وقال له ان القوات الروسية جت على مفاعل نووي اوكراني اسمه زابوريجيا وحولته لمنطقة الغام، والاخطر من كده انها بتستخدمه كدرع يحميها من ضرب القوات الاوكرانية. لكن مش ده اللي مضايقنا في اوروبا، كل ده مش مهم بالنسبة لنا. حضرتك تقول لي ابو حميد مفاعل نووي بيتحوط بالالغام وبيتقصف بالصواريخ واوروبا مش متضايقة ازاي؟ المفاعل هينفجر، امال ايه اللي مضايقها؟ قال لك والله الكلام ده مضايق اوروبا وكل حاجه، لكن اللي مضايقها اكتر هو ان القوات الروسيه ضربت خطوط الكهرباء الخاصه بالمفاعل النووي ده، ودي الخطوط اللي بتغذي اوكرانيا بالكهرباء. اما المفاعل النووي نفسه ومنطقه الالغام ومنصات الصواريخ، فقال لك ان المفاعلات النوويه بيتم تصميمها اصلا بحيث تستحمل اصطدام طياره كامله، يعني لو طياره ركاب كامله وقعت فوق دماغ المفاعل ما يجرالوش حاجه. لكن طبعا ده مش معناه انك تروح تضربه بالصواريخ، لو طياره وقعت فوق المفاعل صحيح هيتحمل لكن هيتعرض لاضرار كبيره، وبالتالي
الصواريخ برضو تقدر لو توجهت بشكل معين مع اختيار رؤوس انفجارية معينة انها تدمر المفاعل النووي باللي فيه. المهم زي ما قلتلك ان كل اللي يهم اوروبا دلوقتي ودلوقتي تحديدا هي الكهرباء اللي بيوفرها المفاعل ده للشعب الاوكراني. حضرتك تقولي ليه؟ اقولك الناس داخلين على شتاء وفي بيوت وطرق ومصانع محتاجين انارة، اكيد مش هيعيشوا في الضلمة، والاهم من كده ان في دفايات محتاجة تشتغل. احنا هنا في مصر لو درجة الحرارة نزلت ل 28 بنتكتك تحت البطانية، انما الناس دي الشتاء عندهم تحت الصفر، هيموتوا من البرد حرفيا. حضرتك تقولي للدرجة دي اوروبا حنينة وخايفة على الشعب الاوكراني من البرد؟ اقولك طبعا لا، ولا يفرق معاه الشعب الاوكراني، ما هو بينضرب بقاله 6 شهور. كل الحكايه ان الشعب الاوكراني لو اتحرم من كهربة المفاعل هتضطر الحكومات الاوروبيه هي اللي توفر كهرباء الاوكرانيه، في حين ان اوروبا نفسها بتعاني من نقص الغاز الروسي، ده غير ان جفاف الانهار اتسبب في ان محطات توليد الطاقه الكهربائيه عطلت، فحرفيا اوروبا فيها اللي مكفيها. وهنا السؤال، هو بوتين مش عارف الكلام ده؟ مش عارف ان الكهرباء هي اكتر حاجه تفرق مع الشعب الاوكراني واوروبا كلها دلوقتي؟ اقول لك طبعا يعرف، وازيدك من شعر بيت، هو مضطر يعمل كده، بيعمل كده غصب عنه. حضرتك تقولي ليه؟ ليه بوتين مضطر يقطع الكهرباء عن اوكرانيا؟ هقول لك. الكام يوم اللي فاتوا فوجئ بوتين بان القوات الخاصه الامريكيه ومعاها عناصر من حلف الناتو قدروا انهم ينفذوا ضربات ناجحه جدا في قلب العمق الروسي، فجروا له قاعده جويه بطياراتها في شبه جزيره القرم. حكينا قصتها بالتفصيل في حلقه هزيمه بوتين، هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الحلقه. ده غير تفجيرهم لمخزن سلاح برضو في شبه جزيره القرم، ده غير ضربهم لخطوط الكهرباء الخاصه بالمفاعل النووي كورساك، وده بقى جوه الحدود الروسيه نفسها في قلب الاراضي الروسيه، يعني دخلوا روسيا. والاخطر من كل اللي فات انهم لسه اليومين اللي فاتوا ضربين له مقر قيادة الأسطول البحر الروسي في البحر الأسود. ومعلومة صغيرة كده على جنب، قائد الأسطول البحر الروسي في البحر الأسود اتشال من كام يوم، بوتين مشاه علشان هزايمه في الحرب، واللي كان اهمها ضرب السفينه الحربيه موسكافا، ده غير ضرب القوات الخاصه الامريكيه للقاعده الجويه الروسيه في شبه جزيره القرم. فالموضوع ده ضايق بوتين جدا لدرجه انه امر باقاله ايجور اوسيبوف اللي هو قائد اسطول البحر الاسود، وعين مكانه فيكتور سكولوف على اساس ان الراجل الجديد ده عنيف وهيجيب من الاخر وكده. طول ما الراجل الجديد ده موجود محدش هيعرف يفتح بقه، محدش هيقرب هنا. تقوم امريكا تعمل ايه سيد المواطن؟ ضربت له مقر قيادته، ضربت مقر قيادة الاسطول الروسي في البحر الاسود، اللي هو مفيش احراج اكتر من كده. صحيح الضربه كانت خفيفه زي ما حضرتك شايف، تقريبا ما حصلش حاجه، طياره بدون طيار شايله متفجرات طارت فوق مقر قياده الاسطول الروسي في البحر الاسود، وهوب وقعت فوق مقر القياده وانفجرت، محدش اتصاب وتقريبا مفيش خسائر تذكر. لكن الفكره هنا في القدره على الوصول نفسه، امريكا بتقول لروسيا انا قادره اوصل لقائد الاسطول بتاعك، وإذا ما كنتش خلصتلك عليه المرة دي فسهل جدا أخلصلك عليه الأيام الجاية. وهنا حضرتك تسأل سؤال مهم، هي ليه أمريكا أو حلف الناتو أو حتى القوات الأوكرانية ما داموا قادرين يوصلوا لمقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود، ليه ما ضربوش قائد الأسطول وخلصوا عليه؟ وهتبقى ضربة معنوية كبيرة، منها تضعف معنويات الجيش الروسي ومنها ترفع معنويات الجيش الأوكراني. أقول لك أنت صح، لكن الجيش الأمريكي مش غشيم. اللي بيحصل دلوقتي إن بوتين لما لقى الدنيا بتخرج من إيديه والضرب وصل للأراضي الروسية لدرجة إنه اضطر يخلي قرى كاملة من سكانها، بدأ يفكر ازاي يلوي دراع حلف الناتو والجيش الامريكي. فما كانش قدامه غير انه يجيب المفاعل النووي واللي اسمه زابوريجيا واللي حكينا قصته في حلقة هزيمة بوتين، ويحوله لقاعدة عسكرية كاملة، يزرع ارضه بالالغام ويلفه بمنصات صواريخ ومدفعية يضرب منها القوات الاوكرانية، وفي نفس الوقت يبقى مطمن ان القوات الاوكرانية مش هتقدر ترد الضرب. وده ببساطة لان لو صاروخ اوكراني واحد وقع في مكان غلط فده كفيل بان المفاعل كله ينفجر وتبقى كارثة نووية لاوروبا كلها. بالبلدي كده بوتين بيتحامى في المفاعل النووي الاوكراني، اللي هو لو حد قرب لي هولع لكم فيه. وهنا الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي نفسه طلع وصف اللي بوتين عمله ده بالابتزاز النووي، قال لك ان بوتين بيستخدم المفاعل النووي علشان يلوي دراعنا. وهنا انا عارف سيد المواطن ان كلامي احيانا بيزعلك ويخوفك، لكن سيد المواطن انا بنقل لك اللي بيحصل من حواليك. صحيح الاخبار تخوف، انا خايف زيك، لكن مش انا اللي بصنع الاخبار، انا بنقلها لك علشان تعرف الدنيا بيحصل فيها ايه. وزي ما دايما بقول لك، بعد ما تخلص الحلقة انزل راجع المصادر واقراها كلمة كلمة، وفي النهاية اوعى تنسى ان ربنا هو اللي بيرزق وبيحفظ، اوعى تنسى ده. وبإذن الله هقول لك خبر حلو كمان شوية، خبر هيقلل خوفك من المستقبل بإذن الله. المهم دلوقتي نرجع لبوتين والمفاعلات النووية. لما بوتين استخدم مفاعل زابوريجيا كورقة ضغط ضد اوروبا، امريكا وحلف الناتو بعتوا له قوات خاصة اخترقت الاراضي الروسية ووصلت لمفاعل نووي روسي اسمه كورساك، وضربت خطوط الكهرباء اللي بتغذيه، فكانت النتيجة ان المفاعل معطل. صحيح روسيا صلحته بعد كده، لكن الرسالة هنا كان مفادها بان يا سيادة الرئيس بوتين، اذا كنت انت بتسيطر على مفاعل زابوريجيا في اوكرانيا وبتستخدمه كورقة ضغط ضد اوروبا، فاحنا وصلنا لمفاعلاتك النووية جوه روسيا، وكنا نقدر نضرب المفاعل كله،
لكن اكتفينا المرة دي بضرب خطوط الكهرباء اللي بتغذي المفاعل بس. وهنا سيد المواطن حضرتك بتدرك ليه خطوط كهرباء مفاعل كورساك انضربت. العملية كلها كانت مجرد قرصة ودن لبوتين والجيش الروسي اللي هو بالبلدي ما تعملش كده تاني. طيب بوتين عمل ايه؟ نشف دماغه يعني ولا عمل ايه؟ الإجابة سيد المواطن واستعد بقى للمفاجأة دي. بوتين وافق على طلب الرئيس الفرنسي ماكرون بان مفتشين الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدخلوا مفاعل زابوريجيا يفتشوه ويطمنوا على اجراءات الامن والسلامة جوه المفاعل. فاكر سيد المواطن لما مفتشين وكالة الطاقة الذرية دخلوا العراق علشان يفتشوها قبل الغزو الامريكي؟ سبحان الله التاريخ بيعيد نفسه. النهارده بوتين هذا القيصر الروسي بيوافق غصب عنه على دخول مفتشين وكالة الطاقة الذرية، ويا عالم بكره مفتشين وكالة الطاقة الذرية هيفتشوا مين تاني؟ ما الزمن ملوش كبير اصله. لكن خلي بالك سيد المواطن ان موافقه بوتين على زياره مفتشين وكالة الطاقة الذرية كانت قبل اغتيال بنت الفيلسوف الروسي دراع بوتين اليمين اللي حكيت لك قصته في بدايه الحلقه. مش عارفين بقى هيزرجن ويغير رايه ولا لا، لسه هنشوف الايام الجايه. واللي اكد ان الايام الجايه ممكن تحصل مشكله هو الفيديو اللي ظهر فيه الرئيس الاوكراني بعد اغتيال بنت الفيلسوف الروسي مباشره، وحذر فيه الشعب الاوكراني وقال لهم بالنص ان بوتين مش هيسكت وان اغتيال بنت الفيلسوف الروسي مش هيعدي بالساهل، خصوصا وان اوكرانيا المفروض تحتفل بمرور 31 سنه على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي بعد بكره اللي هو 24 اغسطس، واللي بالصدفه برضه بيوافق مرور 6 شهور على غزو روسيا لاوكرانيا. والاحتفالات اللي من النوع ده معناها وجود تجمعات كبيره، والتجمعات الكبيره معناها اهداف سهله للقوات الروسيه، خصوصا لو التجمعات دي جواها مسؤولين نزلوا يحتفلوا مع الناس. وهنا حضرتك لو مكان بوتين لازم تاخد رد فعل، خصوصا وان نوعيه الاغتيالات اللي تعرضت لها بنت الفيلسوف الروسي مش اي حد بيقدر ينفذها، دي محتاجه عناصر متدربه كويس، والاهم ان دخول العناصر دي للاراضي الروسيه بدون ما المخابرات الروسية تعرف، فده معناه انها مش اي عناصر، دي عناصر تبع لاجهزة مخابرات تقيلة عارفين هما بيعملوا ايه. ومادام قدروا يدخلوا روسيا ويتحركوا فيها بسهولة كده ونجحوا فعلا في تنفيذ عملية اغتيال، فده معناه ان كل قادة الجيش الروسي ممكن يكونوا اهداف محتملة الايام الجاية، ممكن تكون الاراضي الروسية نفسها هدف لعمليات تخريب، ممكن الرئيس الروسي بوتين نفسه يكون هدف محتمل للاغتيال. صحيح اغتياله صعب نظرا لدوائر التأمين المحيطة بيه ورد الفعل الروسي لاغتياله، لكن المهم لبوتين هنا ان وجود فرق اغتيال جوه ارضه معناه ان تحركاته هو نفسه هتقل. صحيح ممكن محدش يقدر يوصله، لكن كفاية قوي انه يقعد في مكتبه مش عارف يخرج منه. امريكا ممكن تكون بتفكر كده اللي هو مش هأذيك لكن ههينك. حضرتك تقول لي عظيم، ايه بقى علاقة مصر بالموضوع وازاي هتنقذ اوروبا من الظلام؟ وهل انقاذ مصر لاوروبا من الظلام معناه ان مصر بتتحدى روسيا؟ وايه الخبر الحلو اللي كنت هتقوله؟ هقول مصر قبل 2014 كانت بتعاني من عجز في الكهرباء تقريبا 6000 ميجا وات، ومن 2014 لحد النهارده والبلد شغاله على موضوع الكهرباء ده، لحد ما قدرنا بفضل الله نبني 3 من اكبر محطات توليد الكهرباء في العالم. التلات محطات بناتهم شركه سيمنز الالمانيه في بني سويف والبرولس والعاصمه الاداريه الجديده. حد من حضراتكم يقول لي لو سمحت ما تجيبليش سيره السيسي، اقول لك انا ما جبتلكش سيره السيسي، انا بحكي لك ازاي مصر اتحولت من دوله ما عندهاش كهرباء والنور عمال يقطع عن اهلها ليل نهار لدوله بتصدر الكهرباء لاوروبا بعد ما حققت الاكتفاء الذاتي. اما موقف حضرتك منه انا ماليش دعوه بيه، ده مش موضوعنا اصلا، تحبه او تكرهه ده قرار حضرتك، انا ماليش دخل بيه. المهم بعد ما كان عندنا نقص في الكهرباء بقيمه 6000 ميجا وات قبل 2014، جبنا شركه سيمنز وبنت الثلاث محطات اللي قلت لك عليهم. المحطات دي وفرت لمصر كهرباء بقدره 14400 ميجا وات. كل محطه من المحطات دي اتكلفت مليار يورو علشان تتبني وتشتغل في سنتين ونص بس، بعد ما شركه سيمنز قالت انها هتبنيهم في 4 سنين. ودي رساله للناس اللي بتقولك ان مصر ما بتعملش غير طرق وكباري. لا يا فندم، انا جاي اقول لحضرتك خبر حلو النهارده، وهو ان مصر بنت 3 من اكبر محطات الكهرباء في العالم. ولو حضرتك نسيت ان الكهرباء كانت بتقطع عندك باليوم واليومين والنهارده ما بقتش تقطع خالص، فخلينا اقول لحضرتك ان اوروبا كلها طمعانه في الكهرباء اللي عندك علشان تنقذها من نقص الطاقه اللي بتعاني منه. وفعلا مصر وقعت اتفاقيه على تصدير الكهرباء لاوروبا عن طريق اليونان وقبرص. طيب هل ده معناه ان مصر بتتحدى روسيا؟ اقول لك الاجابه طبعا لا، لان التجاره ملهاش اي علاقه بالحروب. فمثلا روسيا نفسها بتشتبك من وقت للتاني مع القوات التركيه في سوريا، ومع ذلك التجاره بينها وبين تركيا عمرها ما اتاثرت، لدرجه ان حجم التبادل التجاري بينهم سنه 2021 تجاوز 33 مليار دولار. وبالتالي تصدير مصر الكهرباء والغاز الطبيعي لاوروبا ملوش علاقه ابدا بالحرب الدايره في العالم. وخلينا اقول لك ان مصر مش بتصدر كهرباء لاوروبا بس، مصر شغاله دلوقتي على مشروع لرفع قدره خطوط الكهرباء اللي بتربط بين مصر والسودان ل 300 ميجا وات. ومش بس السودان،
مصر دلوقتي شغالة على مشروع لربط الكهرباء بين أسوان ونهر إنجا في الكونغو عن طريق ربط سد إنجا بالسد العالي، وبالتالي نقدر نوفر كهرباء للدول الإفريقية اللي حوالين الكونغو، واللي يفيد من الكهرباء في الخط اللي بيربطنا مع الكونغو نقدر نصدره لأوروبا عن طريق الخط اللي بيربط السد العالي مع سد إنجا في الكونغو. حتى في ليبيا مصر شغالة دلوقتي على رفع قدرة خط الكهرباء اللي بيربط البلدين من 240 ميجا وات ل 500 ميجا وات أو أكتر حسب احتياجات الشعب الليبي. وهنا أنت لوحدك بتقدر تدرك إن مصر بتحول نفسها لمركز طاقة إقليمي بيربط أوروبا بإفريقيا، شبكة بتربط أوروبا بإفريقيا، ومصر هي قلب الشبكة دي، هي مركزها. كل المشاريع اللي البلد كانت شغالة عليها طول السنين اللي فاتت ما كانتش كلام فارغ زي ما البعض كان بيحاول يروج، بالعكس مشروع واحد زي مشروع الكهرباء اللي يخصنا النهاردة نجح في انه يعالج العجز اللي كنا بنعاني منه واللي كان حجمه 6000 ميجا وات. والاهم ان بالمشاريع دي قدرنا نستغل الحروب الدايرة حوالينا ونقص الطاقة اللي بتعاني منه اوروبا علشان نبيع الفائض من الكهرباء اللي عندنا ونوفر بيها العملة الصعبة اللي محتاجينها. والاهم اننا نعيد تقوية علاقتنا مع دول افريقيا بتوفير احتياجاتهم هم كمان من الكهرباء. الخلاصة سيد المواطن هي انه حتى في عز الازمات ربنا بيفتح لك باب ولو صغير علشان تتنفس منه. النهاردة أوروبا وبسبب حربها مع روسيا اضطرت تمدلك إيدها علشان تبع لها شوية غاز على شوية كهرباء، وفي النهاية انت الكسبان لأن ببساطة كله بحسابه، مفيش حاجة ببلاش. هتدفع؟ هوريك اللي عمرك ما شفته. Secrets.